صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله رسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزق الله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا، خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتعقيب أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعلى الإمامين الأمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم
الذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي